السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اليوم 21 من الشهر الثاني للعام 43 بعد 144 للهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. ومجلس اليوم هو عبارة عن كلام يدور حول مفاهيم خاطئة لبعض الآيات، ولتحديد موضوع المفهوم الخاطئ هو أن بعض الناس تأتي الآية عامة فيقصرها على معنى واحد، واللفظ العام هو المستغرق لجميع أفراده أو المستغرق لجميع ما يصلح له، وسميت العمامة بالعمامة لأنها تعم الرأس. وسأذكر آيات إذا قرأها الإنسان يتبادر إلى بعضهم مفهوم واحد. هذا المفهوم أولا يخالف دلالة لغة العرب، وقد يحرم الإنسان من خير كثير إذا قصر مفهومه على معنى واحد. مثال ذلك إذا دعا بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ينصرف إلى ذهن كثير من الناس أن المراد بالحسنة هنا الحسنة التي تقابل السيئة، ويقصر هذا الفهم على يقصر هذه الآية على هذا الفهم. والصحيح أن المفهوم أوسع وأعم، فالحسنة في الدنيا تشمل الراحة النفسية والراحة البدنية والرزق الحلال والولد البار والتجارة الطيبة والجار الطيب وهل مجرة، وكل ما كان حسن فهو داخل في هذه الآية. آية أخرى، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. يقصر بعض الناس مفهوم الأمانة على الوديعة المالية أو العينية من ذهب أو فضة أو سيارة أو ما شاكله. والصحيح أن الأمانة أعم، فالبصر أمانة عندك، والسمع أمانة، والجوارح أمانة، والأولاد أمانة، والعلم أمانة، فلا بد أن تضع كل شيء موضعه حتى تؤدي الأمانة حق أدائها. الآية الثالثة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يتبادر إلى ذهن كثير من الناس أن المراد بالفقر هنا فقر المال، ليس بصحيح. نحن فقراء إلى الله في كل شيء، كنا عدما فقر العدم فأوجدنا، كنا لا نسمع فأغنانا بالسمع، لا نبصر أغنانا بالبصر، لا نعقل أغنانا بالعقل، نجهل أغنانا بالعلم، فنحن فقراء إلى الله في كل أحوالنا الحسية والمعنوية. الآية الرابعة، ويرزقه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقصر بعضهم الرزق على المال، لا، المعنى أوسع، الرزق في المال، الذرية، الراحة النفسية، سعة البال، المهم كل رزق حسن حسي أو معنوي يدخل في عموم هذه الآية. آية الخامسة، إن الأبرار لفي نعيم، والسادسة، إن الفجار لفي جحيم. يظن بعض الناس أن النعيم خاص بالآخرة، ليس بصحيح. الأبرار في نعيم في دنياهم وبرزخهم وآخرتهم. وفق الله جميعا لكل خير، والحمد لله الذي بنعمتكم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.